شعيب، انا اختار لك انت عشان تقدم اعلان كورديانا اللي احنا شغالين عليه اليومين دول. تمام يا ريس. بيرفكت. احمد شعيب بزنس ديفلوبمنت دايركتور، الاسم الحركي الصخره، هو بالنسبه للاداره رجل المهام الصعبه. الكلمه الشهيره اوكي يا جماعه، بس انا عندي وجهه نظر تانية. هلو شعيب، أقدر أساعدك إزاي؟ هلو كورديانا، كورديانا أنت مين في كورديش؟ أنا البيج داتا وأنا السيستم انتليجنس. طيب أنت هتقدمي إيه دلوقتي لعملاء كورديش دل؟ أي سيستم لتنظيم البيانات وتحليلها أو تنظيم الوركينج بروسس وخدمات تانية كتير، بس مش هحرق نفسي بسرعة فهنخلي الباقي بعدين. طيب قولنا بعض أنواع السيستمز اللي بتقدميها. أكتر من سيستم زي CRM Sales, Task Management, HR, Financial System and Electronic Invoices وغيرهم كتير. طيب شكراً كورديانا. شكراً شعيب. لو عايز تنظم شغلك أو مشاريعك أو فواتيرك الإلكترونية، ابعتنا على الإيميلات والتليفونات اللي هتظهر هنا دلوقتي، مستنيين. If you want to save your time, ask Cordiana.